بمشاركة 5 دول وبتنظيم من الاتحاد الأردني لرياضات الصوت، تحتضن العاصمة الأردنية عمان وعلى مدى 6 أيام بطولة آسيا والمحيط الهادي للشطرنج للصم الأولى من نوعها في الوطن العربي. هذه البطولة تعد فرصة للاعبين لزيادة خبراتهم وكسب مهارات جديدة في هذه الحرب. اسمي أنا محمد عدنان. أول مرة بتتم استضافتي لهذه البطولة الدولية من ذوي الإعاقة السمعية، وأنا جبت المركز الثاني والحمد لله، وأفتخر أني أنا جبت المركز الثاني كمنتخب وطني، وإن شاء الله يتم إلي بطولات خارج الأردن. أنا اسمي سلام الشوابكة. أول مرة طبعا أنا بقدم هاي البطولة، وكانت أول بطولة إلي دولية طبعا، وتمت استضافتي من منتخبي الأردني، فأنا كان عندي حماس إني أنا أفوت هاي المباراة، وأهم إشي دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع البلدان، وشعوري هذا كان كثير سعيد إني أنا أخذ المركز في هذه البطولة. أنا اسمي رشا أبو زيد، إحنا من جمعية مكان، والشكر الكثير لدعم الاتحاد السعودي اللي تم استقبالنا باستضافة هاي موافقتهم على استضافة لهاي البطولة في الأردن، والمباراة والبطولة كانت جميلة جدا مع الإمارات ومع اليمن، كنا سعيدين جدا في هذه المشاركة، وإن شاء الله نضمن في المشاركات القادمة لكم دائما. شكرا لكم. سلام، اسمي نير كوليزادة من جمهورية الإسلامية الإيرانية. مرحبا للجميع المشاهد الأعزاء. الحمد لله أنني تمكنت من الفوز في المركز الأول في جولة الأولى من بطولة آسيا والمحيط الهادي للشطرنج. ونرحب بمترجمة لغة الإشارة في الاتحاد الأردني لرياضات الصم سناء دبش. ست سناء، أهلا بك. أهلا بك. من أين جاءت فكرة إقامة هذه البطولة؟ الفكرة إجت من أعضاء الاتحاد الأردني لرياضات الصم مع أعضاء اتحاد آسيا والمحيط الهادي للصم، وهي استضافة بطولة دولية الأولى في الأردن للصم للشطرنج. طبعا هاي اللعبة ذكية، وذوي الإعاقة السمعية قادرين على أنهم هم يجتازوها بسهولة، وإحنا حابين أن المنتخب إن شاء الله يأخذ مركز فيها. الدول المشاركة، المنتخبات المشاركة في هذه البطولة، إلى ماذا يطمح اللاعبون فيها؟ يطمحون ذوي الإعاقة السمعية جميعهم لدمجهم مع المجتمع المحلي، وخصوصا منتخبنا الأردني يطمح إلى بطولات دولية إن شاء الله. كل الشكر لمترجمة لغة الإشارة في الاتحاد الأردني لرياضات الصم سناء دبش. وتعتبر هذه البطولة الأولى من نوعها في الوطن العربي. جميع الدول المشاركة وجميع المنتخبات المشاركة تطمح لكسب المهارات والخبرات الدولية فيها للوصول إلى البطولات العالمية.